السلام عليكم، مرحبا، الساعة فيكم في الحرب الدقيقة تلي هكرد باتل سيميليتر. والله اللعبة هاي يعني عجيبة من ناحية وغريبة من ناحية. خش هو اللي ضدنا هاي، ايش احسن مهزلة بيكونون؟ ما اعرف، انا حطي ثلاثة ريبر. سؤال، ثلاثة ريبر بس هم صح؟ اوف شو هذي بينفجرون؟ ابي يا هالالعاب ما ادري شو، بس نهجم على قريه ترانا. حس انه فيلم فامباير، بس ندخل نقطع قريه نتريا البطل اللي يوصل. انزين، مرحبا فيكم في خليل جيمنج. طبعا سلسله ما اعرف انتم حابين نكملها ولا مش حابين نكمل. ها ليش واقفين فوق اغبياء؟ انا نعطيهم سبيرمان كامل. انزين، فابغى تكتبون رايكم في السلسله تحت. والله ما اعرف ليش، والله ولا منهم فايده ضد هاي. لا صبر صبر صبر، يبالنا نسوي خطط استراتيجيه. ما ينفع، انا يوم اودر الخطط الاستراتيجيه نجيب العيد. ماموث عندهم، وسبير ثرور وراه، وبروتكتر قدام، وهاشو ها شكله زين. ما اعرف شو يسوي بون ميج، ما اعرف شو يسوي. خلينا نحط كم سبير ثرور وراهم، ونحط بروتكتر زياده هني حق الموت. ما حطينا صح، بس ما عليه، علي الى الموت. خمس عليهم والله، والله ينطحهم على جنب، يفر راس يمين ويضربهم. انا شغل اللعبه الصوت زين. صبر، والله طحنتهم. ما في مستوى يا جماعه، ما في مستوى. خليل استراتيجية اصلا، خليل استراتيجية اصلا. يقولون انتو ما في رحمة اصلا. زين، وين هاي؟ هاي اللي هني، هاي المال ساموراي ما ادري شو. ما في حد هني؟ زين، ما ادري اذا في حد هني من متخبي، هذا موضوع ثاني. بس بحسب حسابي على هاللي اشوفهم انا. زين، شوف خطط الموت. لا، خلنا نعق براولر ونجرب لونج شيب. ما اعرف شو تسوي، بس خلنا نجرب ونحط هذا. يلا قرب السفينة عليهم اغبياء ولا كيف؟ والله الفايكنجز ترى هجماتهم عبيطة. صبر صبر صبر، خلنا نحط، شوفوا يعني عبيطة لأي درجة. شوفوا من الرصايل، اوكي شوفوا. صدق صدق شغل هبجي، بس فنانين والله. قطعوهم البرزيركر هاي. اوكي، عرفنا بعض ضد البرزيركرز من خبرات سابقه شوي. بعد في بعد غير، والله شك في حد نط. ايوه والله في ثلاثه طاحوا من فوق. اوكي ما عليك، ما شفتوا شيء. اوكي ياسين، نمشي في اللعبه مشي عدله الحين. هذا منو؟ هذا الميج. الميج بحطيله، الميج كان هني صح؟ ابي احطيله واحد ب 300 بس من مكان مختلف، مثلا هذا. اوف شو سوى فيه؟ دمره. زين، ها في حد يمين يسار ما خش، كلهم سيف. والله احس اني ينفع العب فيهم بولنج. دقيقه نروح بايرت، نحطي كانون هني في الوسط. زين، ونحطي مش هاربون. لا، وين صار السنيك؟ السنيك هو نفسهم صح؟ لا مش هم نفسهم. السنيك كان مديفل وراه هذا. شوفني قاعد اضيع انا، ما ينفع يا جماعه. ايوه هذا سنيك ارتر هني. 1 2 3 يلا ليتس جو. بيلهيهم ولا؟ لا لا لا، خطة خطة زي التبن. لحظة، خلنا نحطي ثلاثة سنيك، أربعة سنيك، ونحطي قدام السنيك براولر هايل، ونقدر نحطي حد ما نقدر. خلنا نشوف، لأن السنيك الصراحة شيء خطير على فكرة. يعني بس المشكلة اللود تايم والوقت اللي يلعبون فيه وايد يطول.
فيستوي تعبان جدا. لحظة خلنا نشوف إذا بحطي نسوي تكتيك شوي استراتيجي أكثر يكون من مجرد إني أحطي وأروح. يعني أحطي أي عند الانشنت وأحطي سنيك ثرور واحد وبأشوف هذا شو يسوي اللي يلحن هذا برد. زين أظني له تأثير لهم على فكرة عليهم. ونحطي هيلر وراه أنا نوعا ما نسوي جيش يعني مش إنه مجرد. ونحطي هذا كاتبلت واحد ونبدأ الجيم. خلنا نشوف ما مدى قوة الجيش بالطريقة بس الحين ما قاعد يعالجه. أوكي على الأغلب بيموت بس عندنا شغلات ورا بالضبط. هل لك أنت تقول عنه أنا يعني أنك أنت تسوي وقت حق اللي جاي. شوفوا 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 تعبان تسوي وقت حق اللي جاي. يعني نوع واحد ما أحسه مفيد نفس مجموعة أنواع مثلا هاي الأرشرز. أرشرز أنا حيد كان عندي بروتكتر رخيص. شوفوا أظني هذا بيكون زين ضد الأرشر. أوكي والأرشر إذا تذكرون ضد ذاك 1v1 كان ضعيف ضد السنيك بس مش كذي. لا نبى ثلاثة هني اثنين هني اثنين هني اثنين هني اثنين هني على أساس أسهمهم تتوزع. لحظة شوفوا الحين ما بيعرفوا يهجمون علينا. هاي يلعقون سنيكس بعد. اوكي 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 انترستنج. بس السنيك اللي انا عقيت التوزيع كان وايد زين. شوفوا السنيك يرجع. شوفوا التنويع حلو. اذا نعرف الجيش اللي ضدنا شو يسوي بيكون وايد اسهل. صبر هذا انا اعرف دواكم سنيك ارشر. لو اقدر الف الشاشة على راحتي بس أبا أعبيهم سنيكس قبل لا يوصلون عندي. هذا معناه إذا شيء أخضر لازم يكون بالطريقة هاي. إنزين ونحطي تحت شيلد هني شيلد هني شيلد هني شيلد هني ورا الشيلد أبا أحطي شيء يقدر يهجم عدل. مش ساموراي لا ولا هذا ما حطينا صح. الفارس للحين انا حطي الفرسان هاي المسكتيرز مو الفرسان ثلاثة لو حد شايفنا. ايوه هذا وايد اوكي دام انهم هجموا من المسافة بيكون زين. شوفهم وايد يطولون السنيك ثرورز فيحافظون على اماكنهم. شوفوا هذا معناه السنيك ثرور من الحكيم اني اخليه فوق في هالخريطة. هاي الخريطة فيها وايد احتماليات واستعمالات على فكرة. لأن الحين هاي الأرشر العادي ما راح يضربهم. ليش؟ في هناك عايشين بسير تشوفهم ما راح يضربهم لأن هاي بعتهم يضربهم على سنيكس ترى ما راح يضربهم لأن لابسين شيلد. بس عندي السنيك ممكن يطيح عليهم ويذبحهم وبما أنهم ما يتحركون بسرعة معنا بيكون مثالي حق هالخريطة الحالية الفترات القادمة. فزنا بسهولة. كنت تعرف الجيش شو يسوي؟ يسوي وايد شغلات. إذا هاش يسوي 400 البرد بيكون هذا والله فنان. تأديب فن التأديب. ها منو ضدنا؟ ماموت واحد اثنين وح وح ماموت. قلنا نبغى حق الماموث بنحطي ميكا اثنين ورا. لا بنحطي واحد اثنين ثلاث اربع. خلنا نشوف هاي شو بيسوون بعدين بنقرر شو بنسوي. لان على ما اذكر هاي الضربة واحدة ذبحوهم احيد اخر مرة. بس المشكلة اعادة الشحن تاخذ وقت طويل جنب احتاج ثلاثة منهم لان ما بحتاج منهم شيء خلاص لان هذا معلق وهذا معلق وخلاص انتهى الموضوع. بيتكالبون عليهم هم حاطينهم في اماكن شوي غبيه فكان في وقت حق الاسهم منها تعبي. خلاص ايزي انزل مع انك كنت اجرب توقعت اني اخسر. اوكي شو قلنا؟ قلنا بنحطي اخر مره ون ماموث هني ون ماموث هني
هني مموث ما ينفع. زين اذا هذه الحل خل اجرب سنك ارشر، لان اخر مره ما تحركوا من مكانهم على فكره. اذا ما يتحركون من مكانهم بيكون بيرفكت، ما حد ما بيسوون فيهم شيء يعني، ما يقدرون لانه ما يتحركون مكانهم، والنظريه المفروض ما يوصلوا لهم لانهم فوق، بس ما نعرف الحين هذا نظريا. خلنا نشوف فعليا. بس بعد بينقصن شوي دمج هاي اللي فرون حصه بيذبحونهم. بس الحين هل ما اعرف اعتمد على الميكانيكيه ولا اعتمد يعني، الحمد لله ما في وقت على ذبحوهم من فوق. لا 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 مو بينفعون عيال. هل ننظف المكان؟ خلوني احطي مال النينجا 1300 هني، وبعدين وراهم بنحطي لنا كم سنه اكثر ورا هني يتم واقفين مكانهم. زين ما عندي مشكله. اوكي وبنحطي لنا نقدر نحطي ارشر هني صح؟ ان شاء الله ما يتحركون. اصعب اثنين ماتوا نظريا، معناه اذا الاثنين هاي الاصعب شيء بيموتون من اول ضربه معناه ممكن نغير التخطيط كامل. انا بخبركم كيف يعني. خلينا ننظف المكان. اذا نسير الحين على دنسيتي هاي، حطينا واحد هني ونحطينا واحد هني، حلو المفروض ما يتحركوا مكانهم، ونحطينا تحت بروتكترز، نحطي تحت بروتكترز ونحطي وراهم بير تروور. كم واحد يصير بير تروور هني؟ حطي هذا دام عندنا فلوس. هذا ما مات، هذا ما مات. المشكلة ان هذا ما مات، مش المشكلة الحين في الخطة يعني، لان هاي اماكنهم غلط. صبر خلينا نروح الدنسيتي هاي الربع، زين نحطي واحد هني واحد هني. شوف ترى هذا اهم شيء الحين، شوفوا انه المفروض الجيش الباقي ولا ما بيتولاهم. لا ردوا طرقوا على الموموث، ما شاء الله عليكم. ممكن نسوي جيش هني ونتري الموموث ذاك يدور يعني. خلنا نشيل هايل، بخلي هذا قدام، خلي هذا قدام اساس ما يغلط، وهذيل بنحط لهم برزيركرز الاخوان الاذكياء اللي بيون بعدين. شوفوا مفروض البرزيركر يأدبونهم هايل. مش مفروض يأدبونهم، لا ولن يأدبوهم. ممكن اسوي تركيز القوة على اتجاه واحد، يعني اشيل هايل من هني وحط البرزيركر كلهم هني ونجرب، يعني نذبح صوب واحد بعدين ندخل الصوب الثاني. شوفوا بدل ما ينطون هالصوب وذاك الصوب. ديفيت بس اقرب للفوز من هذاك، لانه خبر. شوفوا تغير الوضع. ردوا لفوا من هالصوب. ايوه هذا كيف يصير في تشوفونه. هل ممكن نفوز بالوضعية هاي؟ يبالي تفكير.
الوضع يباله تفكير خرندعي. صبر انا بقولكم بنقص اعطي واحد هني لان هذا ذبحه اخر مره صح، وبحطي هاي هني وبحطي ارترز هني وارترز لا مش هالارترز لا بحطي ارترز الثعابين اللي ما يتحركون. اوكي بنزيد لنا واحد كتب بلاستير خلنا نشوف ابا اعتمد هذا يذبحها مرة ثانية. لا يا اخي لا يا اخي لا يا اخي لا يا اخي غلط 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 زين بحطي هذا زين ونحطي اي شيء يعني ارتر زيادة. اوكي وين قاعد يطلق سؤال هل سؤال هل 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 عبيط وين رد يطلق مرة ثانية. هذا لان الارترز اطلقوا قبله صح تغير المجرى عليه صح. الحين اوكي اوكي فروح حصة على واحد موت فروح. لازم اغير السلاح اللي اذبح فيه الماموث بس هذا اكثر شيء فعال ضد الماموث. هذه المشكلة الوحيدة ان هذا فعال ضد الماموث بس اذا اذبح واحد زين لقى بلستش اخباره يقدر يذبح الماموث. وبلستا وراء هاي شو هذين اللي ينشردون عليه زين صبر وراء كتبليت كتبليت هذا ما ادري شو اسمه جبنلي ونحط ثلاثة ابو الثعابين هني نبى شيء مور افكتيف لان هذا راح يسوي لنا ازمه عالميه. ها شو سالفته لحظه انا ما استعملته الحين قو هذا لا قو بس مش هذا القو صبر ابا لحظه هذا من اي مسافه يضرب سؤال سؤال هيضرب من هني انا اقدر احطي لي جيش هني مستعد مثلا اقدر اجيب من هاي الجيش ولين هاي اللي تقدمون يحمونهم يعني انا هذيل اذا حطيتهم حاليا فعليا استعمال مره واحده اكثر شيء يكون صح بس السورزمان ما يغلبونهم الا السورزمان زينين زينين بس ماتوا بسرعه. اوكي السورزمان زينين very nice. على فكرة الماب هذا وايد قوي حق يعني وايد يلعب فيه الاستراتيجية دور كبير. واح مردغة هذا معلق بيموت هذا والله انهم وسخين شوف الحين بيفلعونه بيموت زين اذا علقت اللعبة بالطريقة هاي شو بسوي وهذا معلق لأن المكان خايس صبر أمعنى إذا أمسح هايل وأحط النايتس هنا ينزلون بعدين صبر تخطيط استراتيجي ثاني يعني هذا يسوي شغلة ويموت حلو وهايل أيوة نحصرهم في زاوية ما نعطيهم مجال أن يحبسون الاسم مالنا الربع مالنا بس نستغني بالطريقة هاي عن وايد جنود الحين ففي المستقبل يستوي صعب وايد. إذن إذا أضيف عليهم اثنين أمال ثعابين وشل ستة نايتس أظني بيكون بيرفكت أتصور ممكن يكون شبه بيرفكت. إذن أح يا الهريس اللي هنا مستوي هاي العايشين
بس مش قادرين يوصلون لان محشورين لانهم. اوه هذا معناه اوف طعنها بالشوكه. طعنها بالشوكه خايس. زين خلينا نعيد. بس ابا الغي سته من هني حط اثنين حق الثعابين. صبر ما موت استوى موضوع سهل صح؟ استوت خربطه غير عن المره الماضيه. خلنا نشوف الثعابين. اثنين هل راح يسوي شغل؟ هاي اللي ماتوا باقي لنا هاي لان هاي محتاجين حد يضربهم من بعيد. وين مال الثعابين؟ محتاجين ثعبانين لو سمحتوا ورا. محتاجين كم ثعبان يا اهل الثعابين؟ زين اذا اشل الجنود الخطه بكبرها. صبر زين واحطي هني شيء يخلي هذي ما يموتون. والله شيء صعب صدقون. خلنا ندافع عنهم. واحد اثنين وواحد اثنين وبنحطي حق الثعابين واحد اثنين وبنحطي بعد اثنين هني اثنين وهني. هذا ابو 60 يلا خلي يغني في الحرب. يلا بسم الله. ها حلينا موضوعهم خلاص اوكي. انا ما شفت شيء ثاني ذبحهم ضربه. هل ما الثعابين شو قاعد يسوون؟ اوه هذا غير مستوى شوي اللعبه. بس المشكله هاي القوه والله سكران. هاي الصعبين ترى. الا اذا الحين ينفعون منو برسيركر. يعني احط البرسيركر ورا شويه زين ونتريا. اهم شيء هاي اللي يموتون. شوف البرسيركر الحين بيطحون اللي دهر. هذا ما ذبحوا الماموث لان صبر. خلينا نجرب مره ثانيه عشان نذبح الماموث. اوكي ذبحنا الماموث. هزقوا البرسيركر تهزيق. ها شو ذبح ربعي وربعهم بعد. زين ما في سلاح ثاني نقدر نستفيد منه في اكثر من حاله. هذا ما بيفيدنا وايد. ابى اذبح مشكلتي. هذا ما بيذبح صح؟ خلا تشوف بيذبحه. اوكي دمروا هذا. نبغى شيء يذبح. خلنا نشوف هذا انترستنج. خلنا نشوف شو بيصير في الموموث. والله ولا اتحرك الموموث المسخره. زي الصبر. خلنا نشوف هذا غالي على الفاضي احسه. البلستا لحظه ذبح الماموث اخر مره ولا ما ذبحها؟ انت ليش فوق تعال. لا ابغى شيء اقوى. ابغى شيء يطوف من ورا الماموث. ما ينفع هذا. يعني اذا اجيب المدفع مدفعين مدفع مدفعين. خلنا نشوف. ما بيذبح بعد. ما في شيء يحترق. نبغى شيء يحترق. نبغى شيء يبدا يحترق. دراجون معقوله يحرق اللي وراه؟ نوعا ما كان مشروع فاشل قبل. والله يا الربع تنين مسخره.
يعني الحين اللي انا فهمته هذا اساسي، ما اقدر شو اني اغيره فعليا، لان لو غيرت هذا الماموث ما بيموت. زين الحين اللي ورا الماموث اذا احطي لهم دراجون، شوفوا هذا الماموث مات، الحين هاي اللي جايين صح، ما اقدر احرقهم كلهم بضربه. لا كان ممكن، ممكن تصدقون استراتيجيه خطيره. اوكي هاي اللي يقدرون عليهم، ما اظن يقدرون عليهم لانهم ما عندهم شيء. يقدرون عليهم؟ ما اتصور، لا ما يقدرون عليهم، هاي اللي عندهم سلاح يا جماعه. اذا ما كان عندهم سلاح بقول يمكن، بس الموضوع ان عندهم سلاح. اح بعد في عربه ما خلصت مشكله، اذا حطينا دراجون ما بيتم عندنا فلوس. صبر خلنا نحاول نركز كل شيء صوب واحد. زين نحطي هذا هني، نبدا على استراتيجيه ثانيه. هاي الماتو كلهم؟ لا كلهم لفوا هالصوب صح؟ يعني نحن ممكن نسوي افخاخ حق الكل. صبر صبر اوكي، يعني ممكن نقدر نسوي افخاخ حق الكل. صبر يا مو سكران، ضرب الماموث. زين اذا اسوي كلهم مال ثعابين، لحظة الوضع خرندعي يا جماعة. ومو الثاني بعدين اطح. نحن ممكن نستغل شيء ثاني، هاي المساحة. ويت 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 ويت، شوفوا الميدان هذا ممكن نسوي فيه شيء. زين ونحطي هذا هني يذبح الماموث، وهذا هني حق الماموث. ما في مساحة ثانية ضيقة نعق فيها جنود؟ ايه هي المساحة الثانية اللي ممكن نعالجهم ونداويهم بدائهم، يعني يصير عند الفارمرز. مشكلة هاي كلهم بألف، هاي مشكلتهم غالين. ها شو يسوي هارفستر؟ خلنا نشوف. ما أظن فكرة زينة والله. فكرة سيئة جدا. بس بدي صبر. ألف وخمسمية الوسخ. مشكلة وايد بعيد انهم هايل بينطون تحت. صبر في خدعة ما لها داعي لكن بحاولها. اوكي اذا انها تستوي عم خدع الحرب. زين خلنا نشيل هذا وخلنا نذبح التو ماموث.
ونطلع العربات برا، بيكون حلو اذا العربات صاروا برا. اظني احتمال كبير انهم يموتون ترى على فكره، ميدان خطير للغايه. نشوف برا شو بيسوون بعدين، يحبسونه بس هاي اللي يرمون بعدهم من هنا، وهم قاعدين هالاتجاه يحاولون يطلعون من الباب، فنوعا ما شيء مخادع جدا يعني. والله ممكن نسوي جيش برا اذا مش قادرين عليهم، لانهم عندهم جيش ب 8000، نحن عندنا جيش ب 2 درهم. زين قدع هاي الشبه ناجحه، بخلونا ازيد عليه سبير ثروورز فوق هني. زين ونحطي لنا بعيد شوي، شو حطينا 2 عشان ما نسوي زحمة، اللي هو نايت هني ونايت هني، ونحطي لنا أرتر هني، أرتر هني إذا بيتم مكان. أنا أظن بيطيح أول شيء هذا، حطي أرترز طول الدرب. إنزين بنحطينا هذا معنا 100 درهم، يلا ترى ما حد يطيح برا على الخريطة. هذاك طاح من فوق البرج أول شيء، بس هذا معناه بيوصلون لآخر شيء ترى كلهم مع الماموث. خلنا نشوف شو بيستوي. اللي استوى الجيش كله خلص. كثرة تغلب الشجاعة ولا ما تغلبها؟ خلنا نشوف. اوكي مش هالكثرة، صبر. يلا خلنا نشوف. خلنا نشوف. خلاص منفجر. ابا منكم تكتبوا لي تحت في الكومنت ان الحلقه خلصت في استراتيجيه ممكن نهزم فيها هذا المشوار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.